جماعة بنحاول إن إحنا نستعرض الواجهة الأساسية، الصفحة الرئيسية لموقع كولومبو. إحنا هنا الموقع زي ما إحنا شايفين الامتداد بتاعه هو كولومبو دوت كوم. جايز يكون مش ظاهر في الواجهة دلوقتي وأنا بعرض، لكن هو الموقع امتداده كولومبو دوت كوم. أول شيء بنشوفه طبعا في الحقل في أعلى الصفحة لوج إن لو أنا عضو، ساين أب عشان أحصل على عضوية جديدة، فورمز المنتديات بتاعة الموقع بيوديني على المنتديات ايه الموضوعات اللي فيها، بعد كده البلوجز لو انا بضغط برضو على وصلة البلوجز بيوديني على ايه الناس، كل اي حد ممكن ان هو يشارك في البلوجز دي، واي حد ممكن ان هو يقوم بعمل شير للبلوجز دي ويحصل على نقاط. نيوز من هنا من غير ما اضغط عليها بيفتح لي وصلات الصفحات بتاعة النيوز، اي صفحة من دول بضغط عليها بيديني الأخبار من مواقع عالمية للأخبار. Articles أقرب ما يكون لموسوعة، أي كلمة بيكون في بينهم وصلات علشان نقدر إن إحنا نوصل للصفحات بسهولة. بعد كده عندي ايميلز، وصلة بتاعة ايميل كولومبو دوت كوم، يعني الواحد ممكن يحصل على ايميل على موقع كولومبو. سيرش ده بيعرض لي البحث، محرك بحث كولومبو وهو بيماثل تقريبا محرك بحث جوجل. طيب انا بحاول اشوف بعد كده السطر التالي وهو ايه البحث داخل الموقع ده، هنا ببحث عن سلعة مثلا داخل الموقع بالكاتيجوريز، يعني مثلا لو جيت على ديجيتال برودكتس اوكي، اختار مثلا ابس فونتس، طيب هختار فونتس مثلا، ايه الفونتس اللي بتتباع على الموقع، واشوف ايه السلع اللي بتتباع هنا على الموقع في هذا كاتيجوري. تمام، طبعا هيفتح لي كل السلع، ممكن تكون كتيرة او قليلة. ده بالنسبة طبعا لو عايز ابحث بكلمة يبقى ممكن اكتب كمان كلمة هنا. طبعا ده اللوجو بتاع الموقع، ده بيتغير من وقت للتاني بحسب المناسبات، ولكن الاساس هو كلمة كولومبو مع الوصلة مكتوبة كولومبو دوت كوم مع حيوان اللذيذ البنجوين. بعد كده بنيجي للعدادات دي يا جماعة، العدادات دي بتزيد وبتنقص، بتزيد دائما طبعا ما بتنقصش لأنها تعتمد على الإضافة. هنا مثلا عدد الأعضاء اللي تم قبولهم على الموقع، الشركة بتقول إن عندها حوالي 150 ألف تقريبا، 150 ألف طلب عضوية في انتظار المراجعة اكتر او اقل. بعد كده عدادات تانية بتعرض لي، العدادات دي بتعرض لي اسعار السلع، عدد السلع، عدد النقاط اللي تم منحها للاعضاء في موقع كولومبو بحيث ان هم يحصلوا على كولومبو دولارز. لما انت تحصل على عضوية ان شاء الله، لما تعمل ساين اب من هنا وتحصل على عضوية وتسجل، هيظهر لك هنا حقل بيقول لك ده، هنشوفها في فيديو تالي. خلينا دلوقتي في الواجهة الأساسية للموقع وإيه اللي بتعرضه لنا لما بنروح. هنا ده بانرز عادة بيكون سلايد شو، عادة بيعرض مجموعة من الصور فيها أخبار أو فيها حوادث أو فيها أشياء خاصة بالموقع. بعد كده مجموعة من البانرز المتحركة، الوصلات كل واحد منهم بيمثل وصلة ممكن تودينا على سلعة داخل الموقع أو تودينا على موقع تاني مثلا زي ده. ده بيوديني على مواقع مختلفة. ممكن بعد كده ننزل لتحت هنلاقي نفسنا قدام السربرايز بوكسز، لو شايفين هنا مكتوب اهو سربرايز بوكسز اللي هو صندوق المفاجآت، ها سربرايز بوكس اللي هو صندوق مفاجآت. يعني ايه؟ انا الصندوق دون بشتريه، بعض الصناديق اغلبها دلوقتي بتكون محتوية على نقاط كولومبو، يعني كل صندوق، مفيش أي صندوق من صناديق كولومبو بيكون فارغ، لكن بتكون أكتر أو أقل وحسب حظك. أنت بتشتري الصندوق بسعر معين وبتكسب، ده سعر الصندوق بالنسبة لنقاط كولومبو. تمام، اشتري صندوق وممكن تكسب جواه قطتين أو 10 أو 1000 وحتى 100 ألف أو مليون. طب لو عايزين نغير الصناديق دي عادي جدا، بعمل ريلود، ها من المستعرض بتاعك تعمل ريلود هيغير لي مجموعة الصناديق، يعرض لي صناديق تاني. لو نزلت لتحت شوية الحاجات اللي متضافة جديد، السلع اللي تم إضافتها حديثا، ها البرودكتس اللي تم إضافتها، السلع دي ممكن
ادخل عليها، اضغط هنا هيفتح لي صفحة السلعة. تمام، لما هضغط هنا يفتح لي صفحة السلعة اهو، شوف السلعة. طبعا انا هنا السلعة بعد كده هنناقش الحاجات دي، ممكن نعمل منها شير وكده، لكن احنا بما اننا بنناقش الصفحة الاساسية فهنرجع تاني الصفحة الاساسية، ننزل تحت شوية كمان، ادي السلع اللي الناس بتدخل عليها كتير، السلع اللي ليها جمهور. ها ادي هنا في البار ده كده بيعرض لي السلع اللي دايما الناس بتبص عليها. طب لو نزلت لتحت شوية هشوف هنا بقى ايه البوليسي بتاعت الموقع. هنا مثلا بيقول لي اليوزر اجريمنت، انت موافق على الحاجات دي، الشركة بتقول لك ان انت موافق على ده. معلومات عن الشركة اباوت كولومبو، تيرمز اوف اس اللي هي القواعد اللي انت بتستخدم موقع كولومبو على اساسها. هنا الشركة بتقول لك، لو فتحنا الصفحة دي هلاقي الشركة بتقول لي ان انت محمي بقوانين وبحقوق الداتا بروتكشن. تمام، كل الكلام ده مكتوب بالانجليزي، واظن هيبقى قريب هيكون في نسخة بالعربي عشان المستخدمين العرب. بعد كده طبعا زي ما بنقول كونتاكت كولومبو، هتلاقي الايميلات بتاعت الاتصال بالكلم بالموقع، الويب سايت بوليسي اللي هي قواعد الاستخدام برضو. بعد كده المتطلبات، ان انت علشان تقدر ان انت تبقى عضو على الموقع، فمثلا السن ما يكونش اصغر، لان القانون بيمنع ان الواحد يكون اصغر من 18 سنة يحصل على موقع في اوروبا. بعد كده question answer، الأسئلة متعارف عليها اللي دايما الناس بتسألها وكده، هتلاقي بعض الأسئلة وإجابتها. الهلب برضو بيوري لك إزاي بيساعدك في بعض الموضوعات اللي ممكن إن أنت تواجه فيها مشكلة. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي نعمل إزاي نعمل ساين أب.